الزملاء بنرحب بشهادة هذا المعنى. شكرا لكم واهلا وسهلا. هاي الورشة الهدف منها اللي هي إعداد خطة تنموية لتنمية الاقتصاد المحلي بالتعاون طبعا مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي والقطاع الخاص والبلدية. يعني أي عملية تطور أو نمو لازم تكون مبنية على خطة. عندنا كثير في جهود في البلد موجودة، جهود قطاع خاص، جهود مؤسسات، إلا إنها مبعثرة غير مجمعة بطريقة اللي ممكن تخلق التنمية. فهدف البلدية اليوم إنه كيف تتعاون مع هاي المؤسسات لرسم خطة تطوير. الهدف منها تطوير تعمل تنمية اقتصادية في المدينة وتفتح مجال لأغراض التنمية للقطاع الخاص وتقليل نسب البطالة الموجودة في المدينة.